السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الثاني الخاص بالشرح ديال المادة ديال الستاتستيك بالسمستر ام، خاصة بالسمستر ام. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غادي نخدم معكم واحد الابليكاسيون باش نعرفوا كيفاش كنحسبوا جميع العلاقات اللي كاينين في الشابتر ام. دونك هاد العلاقات اللي غادي يكونوا دابا خاصين بالشابتر ان اللي ديال هو ديال ان فاريابل. المهم بالنسبه لهاد ليكزي ابليكاسيون عندنا سوا لا ديتريبيسيون دي نوت دان اكزامبل بور 450 ايتيديو، عندنا واحد التقسيم ديال النقط ديال واحد الامتحان بالنسبه ل 450 تلميذ. دونك بالنسبه لهاد ليكزامبل حنا عطاونا غير هاد البارتي، اما هاد البارتي الاخرين انا غير زدتهم لهم الاجوبه اللي زينين من بعد. دونك عطاونا النوت هو اكس اي بين 0 و 4 بين 4 و 10 بين 10 و 15 بين 15 و 20 التوتال، وعطاونا ثاني النومبر دي ديديون ان اي في 90 130 170 60 والتوتال 450. دونك هادشي غير زدتو، دونك هادشي ما نشوفوش دابا، حتى من بعد نشوفو العلاقات كيفاش كنخدمو بهم. دونك اول كيستيون هو شنو هو نحدو لا بوبيلاسيون. شنو هي لا بوبيلاسيون؟ لا بوبيلاسيون اي لونسومبل ايتيدي، شنو هو ديك المجموعه اللي كندرسو. دونك حنا في هاد ليك ابليكاسيون هادي كندرسو 450 ايتيديون، دونك هادي هي لا بوبيلاسيون. دونك لا بوبيلاسيون هي 450 ايتيديون. الكاركتير، لو كاركتير هو هادوك الفاريابل اللي كندرسو حنايا بالنسبه ل 450 ايتيديون، كندرسو لهم لو نوت دار اكزام. دونك لو كاركتير هو نوت دار اكزام، الكاركتير هو هاد اكس اي نوت دار اكزام. لا ناتور هاد الكاركتير، شوفوا لا ناتور ديالو شنو هو. اول حاجه هذا كونتيتاتيف لانني عندي هنايا ارقام كونتيتاتيف، و كونتيني لان عندي دي كلاس مجالات بين 0 و 4 بين 4 و 10 و 10 و 15 و 15 و 20. دونك هادي كونتيتاتيف كونتيني. دونك اول علاقه نخدمها هو لو مود. شنو هو لو مود؟ لو مود هو لا فالور كي كوريسبون ا ليفيكتيف ماكسيمال. بالنسبه لهاد الحاله عندنا حاله ديال كونتيتاتيف كونتيني. بالنسبه للكونتيتاتيف كونتيني بالنسبه لو مود، اول حاجه كنديروها كنحسبوا الامبليتيد، يعني هذا هو الامبليتيد. الامبليتيد اي كيفاش كتحسب الامبليتيد؟ حسبوا الامبليتيد في كل موداليتي. الامبليتيد هو لو بورن سوبيريور موان لو بورن انفيريور. 4 ناقص 0 كتعطينا 4، 10 ناقص 4 كتعطينا 6، 15 ناقص 10 كتعطينا 5، 20 ناقص 15 كتعطينا 5. هذا هو الامبليتيد. اش كتلاحظوا بالنسبه لهذا الامبليتيد؟ عندنا 4 6 5 5، عندنا امبليتيد انيغال. دونك اما الحاله ملي كتكون عندي امبليتيد انيغال، هي العلاقه باش كتحسب لو مود. لو مود هو لو بورن انفيريور زائد الامبليتيد اي مضروبه في دي اي دونسيتي موان دي اي موان زا على دي اي ناقص دي اي موان زا بليس دي اي ناقص دي اي بليس ان. لا دي اي هي لا دونسيتي، دونك خصني ضروري نحسب هاد لا دونسيتي دي اي. دونك ها هي لا دونسيتي دي اي كي كنحسبها. شنو هي لا دونسيتي؟ لا دونسيتي هو الافكتيف ان اي مقسومه على الامبليتيد. الافكتيف ان اي مقسومه على الامبليتيد، هكا كتساوي الدي اي. دونك عندنا في الحاله الاولى 90 مقسوم على 4 22.5، 130 مقسوم على 6 21.66، 170 مقسوم على 5 34، و 60 مقسوم على 5 12. دونك من بعد كنحدد الكلاس مودال. الكلاس مودال باش نحدو بالنسبه للكا ديال اونبليز انيغال كنمشي لا دونسيتي ماكسيمال. شنو هي لا دونسيتي ماكسيمال هنا؟ لا دونسيتي الكبيره من هادو هي 34، هي لا دونسيتي ماكسيمال. دونك هذاك الكلاس اللي كيقابلها هو 10 15 هو لا كلاس مودال. دونك كنشوف لا دونسيتي ماكسيمال 34، كلاس اللي كيقابلها هو الكلاس مودال. دونك كنطبقوا العلاقه، حنا حدينا الكلاس هو 10 15، دونك العلاقة لو بورن انفيريور ديال هاد الكلاس هو 10 زائد الامبليتي ديال هاد الكلاس هو 15 10، دونك هو 5. الامبليتي 15 ناقص 10 هو 5 مضروبة اش في الدي اي. هاد الدي اي هي لا دونسيتي ديال هاد الكلاس. هاد الكلاس هو 10 15، لا دونسيتي ديالو 34، هي كتبناها 34 ناقص دي اي موان زان. دي اي موان زان هي لا دونسيتي اللي فوق هاد الكلاس مودال، هو 34 الكلاس دونسيتي ديالو. دونك اللي فوقه هي 21.66 مقسومه على دي اي 34 ناقص دي اي موان زا اللي فوقه 21.66 زائد دي اي 34 ناقص دي اي بلس ان. دي اي بلس ان هي 12، هادي دي اي بلس ان هي عندنا هاد دي اي بلس ان. دي اي بلس ان هي 12. دونك هنحسبناها
12 دونك كنحسبوا الطريقه باش كنحسب هنايا راه كنبدانا بعد العلاقه هي اللي ولا كنحسبها كندير 34 ناقص 20.66 كنقسم على 34 ناقص 20.66 زائد 34 ناقص 12 عاد كنضرب في 5 وكنزيد 10 كتعطيني 11.79. هذا هو لو مود والنتيجه ضروري خاصها تكون محص واحد من القيمه محصوره بين هاد الكلاس. الا لقيتي مثلا اكثر من 5 راه خطا. دونك النتيجه ضروري خاصها تكون محصوره بين هاد الكلاس. دونك من بعد نمشيو لا ميديان. لا ميديان هي العلاقه ديالو. لا ميديان كتساوي لو بورن انفيريور بلس الامبليتيد اي في ان سير دو موان ان اي موان زا على ان اي. هذا الحاله ديال كونتيني. بالنسبه لا ميديان ما عندهاش مشكل بين امبليتيد ايكال ايكال كيف ما كان امبليتيد. دونك اول حاجه كندير كنحدد الكلاس ميديان. دونك باش نحدد الكلاس ميديان راه ضروري خاصني نحسب الايفيكتيف كيمي لي كواسونت. ها هو الايفيكتيف كيمي كيف كتحسب؟ اول خانه 90 كتزيدها 130 كتعطيني 220 كتزيدها 170 كتعطيني 390 كتزيدها 60 كتعطيني 450. دونك هذا هو الايفيكتيف كيميلي كواسون. باش نحدد الكلاس ميديان كنشد ان كنقسم على جوج يعني التوتال كنقسمه على جوج. التوتال هو 450 مقسوم على جوج هو 225. كنجي لهذا الايفيكتيف كيميلي كواسون كنشوف شنو هما القيم اللي اكثر من 225 هما 390 450 كنشد الصغير فيهم هو 390. دونك هذا هو الكلاس ميديان. ملي كنحدد الكلاس ميديان هو 10 15 كنجي نطبق العلاقه لو بورن انفيريور هو 10 لومبليتيد هو 5 ان سير دو هو 225 ناقص ان اي موان زاد. شنو هاد ان؟ راه ان كبيره موان زاد هو ليفيكتيف كيميل كواسونس ديال الكلاس اللي فوق الكلاس ميديان. الكلاس ميديان هو 10 15 هي عنده واحد ليفيكتيف ديال 390. دونك ان اي موان زاد هو هادي اللي فوقه هي 220 يعني ايفيكتيف كيميل كونسونت اللي فوق الكلاس ميديان. دونك 220 دونك ناقص 220 مقسوم على 170 ان اي. ان اي هو ليفيكتيف ديال الكلاس ميديان. ليفيكتيف ديال الكلاس ميديان كلاس ميديان هو 10 15 دونك ايفيكتيف ديالو 170 دونك كنقسم على 170 وكندير العلاقه ديال الحساب 225 ناقص 220 مقسوم على 170 مضروب في 5 زائد 10 كتعطيني 10.14. دونك من بعد ننتقلوا للعلاقه ديال لا مويان اريثميتيك. لا مويان اريثميتيك كنرمزوا ليه باكس بار. اكس بار هو لا صوم ديال ان اي مضروبه في اكس اي. لا صوم ديال ان اي في اكس اي ولكن هاد اكس اي حنا عندنا ككونتيني. ككونتيني ما عندناش اكس اي دونك كنحسب السونتر سي اي. دونك كنجي كنحسب السونتر سي اي. ها هو السونتر. كيفاش كتحسب السونتر؟ كنشدو لو بورن سيبيريور كنزيدو لو بورن انفيريور كنقسمو على جوج. دونك 4 زائد 0 مقسوم على جوج تعطيني جوج. 10 زائد 4 مقسوم على جوج كتعطيني 7. 15 زائد 10 مقسوم على جوج كتعطيني 12.5. 20 زائد 15 مقسوم على جوج كتعطيني 17.5. دونك اش كندير هنايا؟ كندير ان اف سي اي. كنضرب ان اف سي اي يعني كنضرب جوج في 90 كتعطيني 180. 7 130 كتعطيني 780. 12.5 في 170 كتعطيني 2125. 17.5 في 60 كتعطيني 1050. وكنجمع التوتال. دونك هذاك التوتال اللي كيخرج ليا كنقسمو على التوتال ديال ليفيكتيف. دونك هي الطريقه اللي درنا هنايا. دونك كنشد جوج كنضربها في 90 زائد 130 في 7 زائد 170 في 12.5 60 في 17.5 مقسوم على التوتال 450. هذاك هو التوتال اللي لقيت 4135 مقسوم على 450 وعطات لي اكس بار كتساوي 9.18. هذه الطريقه باش كنحسبوا لا مويان اريثميتيك. من بعد ننتقلوا للعلاقه ديال لي طوندي. شنو هو لي طوندي؟ لي طوندي هو لا ديفيرونس اونتر لا موداليتي ماكسيمال اي لا موداليتي مينيمال يعني الفرق بين اكس ماكس ناقص اكس مين. اكس ماكس هنايا هو 20 و اكس مين هو 0. دونك 20 ناقص 0 كتعطيني 20. هذا هو الايطوندي. من بعد ننتقلوا للعلاقه ديال ليكار انتر كارتيل. ليكار انتر كارتيل اول علاقه تنخدموها هو كي 1 لي زانتر كارتيل او كي 1. كيفاش كتحسب كي 1؟ كي 1 في الحاله ديال الكونتيني كيساوي لو بورن انفيريور زائد الامبليتيد اي في ان سور 4 موان ان اي موان زان. راه ان اي كبيره يعني الايفيكتيف كيميلي كواسونت اي موان زان على ان اي. ان اي صغيره. دونك اول حاجه باش نحدد باش نحسب كي 1 خصني نحدد الكلاس ديال كي 1. وكيفاش كيتحدد الكلاس ديال كي 1؟ نفس الطريقه تيتحدد بالنسبه للكلاس ميديان. ضروري خصني نحسب الايفيكتيف كيميلي كواسون. كنحسبو هاو حسبناه ديجا حسبناه. دونك كنشد ان كنقسم على 4 توتال مقسوم على 4 450 مقسوم على 4 عطاتني 112.5.
دونك كنجي الايفيكتيف كيمي لي كروسون تنشوف القيم اللي كبر من 112.5 هي 220 و390 و450 كتسد الصغيره فيهم. الصغيره فيهم هي 220. دونك هذاك الكلاس اللي كيقابلها هو 14. دونك هذا هو الكلاس دو كي 1. صافي حددت الكلاس دو كي 1 لقيته هو 14. من بعد كنجي نطبق العلاقه كي 1 قلنا كيساوي لو بورن انفيريور ديال هذا الكلاس هو 4. في الامبليتيد ديالو 10 ناقص 6 10 ناقص 4 هو 6 مضروبة اش ان سور 4 112.5 ناقص ان موانزا. حنا حددنا ان الكلاس دو كي 1 هو 14 عنده هذا هو ليفيكتيف كيمي الكروسون. ان موانزا هو هذاك اللي فوقه هو 90. دونك 90 مقسوم على ان اي. ان اي هو الايفيكتيف ديال ذاك الكلاس دو كي 1. ليفيكتيف هو 14 دونك ليفيكتيف دياله 130. دونك كنحسبوا العلاقه كتعطيني 5.03. كي جوج راه هو نفس الميديان. ديجا حسبنا في السؤال الثاني الميديان هو كي جوج هو الميديان. الميديان لقينا فيه 10.14. دونك كي جوج كيساوي الميديان كيساوي 10.14. ننتقلوا دابا لكي 3. كي 3 كيفاش كتحسب كي 3؟ كي 3 هذه العلاقه ديالو هو لو بورد انفيريور زائد الامبليتيد اي 3 ان على 4. 3 ان على 4 ناقص ان اي موان زائد على ان اي. دونك باش نحدد الكلاس دو كير 3 نحسب او ثاني حاجه كنحتاج ليفيكتيف كيمي كروسون. كنشد كنحسب 3 ان سير 4 كتعطيني 337.5. كنمشي الايفيكتيف كيمي كروسون كنشوف القيمه اللي كبر من 337.5 هي 390. اصغر قيمه كبر منه. دونك الكلاس دو كير 3 هو 10.15. دونك كلاس دو كير 3 هو 10.15. كنجي نطبق العلاقه الامبليتيد. دونك كي 3 كتساوي البورن انفيريور هو 10 زائد امبليتيد هو 5. 15 ناقص 10 هي 5 مضروبه في 3 ان سير 4 هو 337.5 ناقص ان اي موان زا. ان اي موان زا هو الايفيكتيف كيمي لي كروسونت ديال داك الكلاس اللي فوق الكلاس ميديان. الكلاس دو كي 3 عفوا كلاس دو كي 3 10 15 الايفيكتيف كيمي لي كروسونت ديال 390 داك اللي فوقه هو 220. دونك ناقص 220 مقسوم على ان اي. ان اي هو ليفيكتيف ديال داك الكلاس دو كي 3. كلاس كي 3 كيفيكتيف ديالو هو 170. دونك هذه العلاقه وكنحسبوها كتعطيني 13.45. دابا نشوفوا لي كار انتر كارتيل. شنو هو لي كار انتر كارتيل؟ او اي كي هو كي 3 ناقص كي 1. كي 3 لقينا فيه 13.45 ناقص كي 1 5.03. دونك لي كار انتر كارتيل عطاتني 8.42. من بعد نشوفوا الكويفيسيون دي كار انتر كارتيل. شنو هو الكويفيسيون دي كار انتر كارتيل؟ هي علاقته هو كي 3 ناقص كي 1 على كي 2. كي 3 13.45 ناقص كي 1 5.03 مقسومه على كي 2 10.14 عطاتني ان لي كار انتر كارتيل كيساوي 0.83. من بعد ننتقلوا للعلاقه ديال لي كار ابسولي موان. بالنسبه لي كار ابسولي موان عندنا ثلاثه علاقات. عندنا